السلام عليكم شباب، معاكم ماكو وعندنا حلقة ثانية من اخبار بيتشز. هاي الحلقة اللي اذكر فيها اهم اخبار العاب اللي تطلع معنا. مثل ما تعرفون كل شيء اتكلم عنه في النهاية بيكون الرابط ماله في الوصف من الفيديو، تشوفوا كل الاخبار. طبعا الاسبوع السابق كان لازم يكون في فيديو بس ما صورته لان انا كنت في فرنسا حق معرض باريس جيمز ويك، وبحط لكم بعد رابط في الوصف حق اذا حابين تشوفون صور اكثر حق هاي المعرض. نبتدي الحين. اول خبر راح اتكلم عنه عن لعبة بلاك اوبس 3. طبعا اللعبة تسربت واعتقد في ناس وايد منكم حصلوا اللعبة. طبعا اللعبة قالوا انه راح يكون في طور زومبيز جديد عقب ما تخلص القصة الكامبين اللي في اللعبة. طبعا هاي الطور راح يكون اسمه نايت ميرز وهو يغير من شكل القصة، يعني لحد الحين ما نعرف هو شو يسوي بالضبط، ما نعرف ان العالم اللي في القصة راح يتغير او ان الشخصيات راح يتحولون زومبيز او ان راح يكون في مهمات مختلفة، ما ندري هاي الشيء. لكن عارف ان لما تنهي القصة الكامبين اللي في بلاك اوبس 3 راح تحصل على مود جديد حق الزومبيز. في فيديو بعد طلع حق خريطة نيوك تاون في لعبة بلاك اوبس 3. طبعا الخريطة هاي عادوا تصميمها، وفي الفيديو رويكم شلون كانت الخريطة من البداية وليه ما تحولت من بلاك اوبس 1 لبلاك اوبس 2 وحين بلاك اوبس 3. هما عادوا تصميمها عشان تناسب طريقة اللعب الجديدة. حابين نشوف الفيديو كامل الرابط في الوصف. وانا في فرنسا حق معرض باريس جيمز ويك اعلنوا عن لعبة وايلد، هاي اللعبة حق البلاي ستيشن 4. صراحة هاي لعبة عالم مفتوح بطريقة جديدة، انا ما شفت العاب كذي منها قبل. يعني تقدر تلعب في الحيوانات اللي موجودة في العالم اللي موجود في اللعبة وتقدر تسوي وايد اشياء. طريقة اللعبة وايد حلوة، كتبت مقالة لكم اشرح فيها شوي عن اللعبة، اتمنى ان تقرونها لان اعتقد هاي اللعبة تعجب الكل. انا بس ان شفت العرض مالها وعرفت شلون طريقة اللعب وايد عجبتني، فاتمنى تقرون المقالة رابطها في الوصف. من جانب الانشطة اللي سويتها بعد في معرض باريس جيمز ويك، جربت اخيرا نظارة الواقع الافتراضي من سوني اللي هي البلاي ستيشن في ار، قبل كان اسمها بروجكت مورفيوس. طبعا انا مو اول مرة اجرب نظارة واقع افتراضي، جربت الاوكيلس ريفت وما كانت تجربتي وايد حلوة مع الأوكيلس، لكن شيء اختلف مع البلاي ستيشن في ار. انا في البداية ما كنت متحمس عشان اني اجرب هاي النظارة، لكن جربت اول لعبة اللي هي اسمها باتل زون وهي تكون حرب دبابات، فكرتها حلوة في اللعب. بس اللي اكثر شيء عجبني هو البلاي روم الخاص بالنظارة الواقع الافتراضي، طريقة اللعب غير صايرة فيه، واذا يكون وياك اكثر من شخص معاك في الغرفة وتلعبون هاي اللعبة راح تستانسون وايد. يمكن اللعبة مب يعني لعبة تغامر فيها ولا، بس حق تستانس اللعبة 100% تخليك تستانس. فالشيء اللي انا لاحظته الاختلاف انه وايد اريح البلاي ستيشن في ار اذا تلبسه وتلعب، وغير انه حسيته اوضح، غير انه لان كنت استخدم الاوكيلس ريفت احيانا صارت تصيدني دورة او يفتر راسي، ما اعرف ليش، يمكن من اللعبة لنا تسبب هاي الشيء. بس مع البلاي ستيشن في ار ما صادني صراحة هاي الشيء. حق الناس اللي عندهم خدمة البلاي ستيشن بلس، ترى الالعاب مجانية طلعت مثل ما تعرفون كل شهر في العاب حق المستخدمين هاي الخدمة. اذا حابين تشوفون العرض مال الالعاب الرابط في الوصف. لعبة WWE 2K16 نزلت وحطوا لنا عرض بعد حق هاي اللعبة يعرفكم اكثر عن الاونلاين في اللعبة شلون بيكون. طبعا الشيء اللي انا اللي عجبني انه وانت مثلا تنطر الناس اللي يدخلون معك في اللوبي عشان تلعب اونلاين، تقدر انك تلعب مباراة تسخينية يعني على ما تنطر، على ما بس تطالع في اللودينج سكرين وتنطر. فهاي من الاشياء الحلوة اللي سواها في اللعبة. فهاي كانت الحلقة حق اليوم، اتمنى عجبتكم الحلقة والاخبار كل شيء تكلمت عنه الرابط ماله في الوصف. في نهاية الفيديو تشوفوا كل الروابط. كان معكم ماكو، لا تنسوا تدعمونا بضغط زر لايك. مع السلامة.